العرومي حاصل وكي تفاصل. دواتي بشحال؟ 4300 4500 خديت بستة وستين. خديت ما كذبش عليك بستة وستين. قنية. الحولي راه غالي 140000 160000 ريال. لا ما غاليش ابا. غالي عمي وكاين اللي عندها 1000 درهم. 140000 سمعنا حق سمعنا حس سمعنا حس قطعنا نصو صافي. ما كاين لا غلا لا والو. والله ما كاين لا غلا بالله. الحولي هو واخد وغالي نديرو مشاريع حنا كياخذوا باقي صغير كيف ما كيقولوا الحريفيه بدري فهمشي يعني في هاد الوقايش كيبداو يعزلوا فين الله يحفظك خويا كيبدا كيقول لك يهزوا فين في هاد الوقايش كيقول لك البدري غادي ب 50000 غنديروا في هاد الغلاوه وهاد الشيء هذا كيقول لك هو دابا كاين الجفاف ما غيعلفش غيعلف ما غيطلقش يسرح الحولي صغير غياكل مدري غنديروا له عمليه حسابيه 365 يوم شحال جابش 45000 45000 وهاد الحولي كامل واش غيبيعوا للناس واش بيني وبينك حتى الحولي غياكل 45000 بوحدو في هذا العام كامل راه ما يمكنش واش هذه هي النتيجه ديال المخطط الاخضر الرضواني السيدك السي ومع عزيز اخنوش كيستوردنا الغنم ديال السبليون وحنا بلد فلاحي واستوردنا البقر ديال البرازيل والجفاف في البلاد وكارين بلادنا الناس كيديروا فيها لافوكا واش حنا كناكلوا لافوكا حنا عباد الله ما لقيتش بطاطا تاكلها الشرع عيب اصاحبي واش خبارك عباد الله اش دايروا اللي ولاو كيبيعوا لهم الماء الماء في الباديه كيتباع الساقيه تحيدوهم كاع الساقيه ضربوهم ولاو يبيعوا الماء هادشي كوكيري واش كاينه شي رحبه كتخوى مع 12 ديال النهار في عمرك شايف المغرب كاينه شي رحبه كتخوى مع 12 ديال النهار في المغرب في العالم كاع المانيا وفيها رحبه عدا توقيت ديالها الكساب اش غادي نقول لك الكساب مكرفس باش ما باع الحولي ما سالكش واش من الكساب منه مسكين ولا كيضرب 10 كيلومتر ويسقي والفول الدرا ترى كلشي خدام بالكريدي راه الكساب كلهم كتشوفهم بالكريدي قول لي نخويا عندهم اسكت خالد مع الله يرضي عليك شتي هذا الكساب راه من العام لعام كيكون فرحان سير على الكساب وسط العام راه عمرك كابر ديال شي خبز سير على شي عروبيه ونتحدى اي واحد كيسكن في الباديه كيفرح من العام لعام مسكين من العام لعام يبيع حاولي ويضحك ويلعب كتمشي عند وانا خالتي كنمشي عندها مسكينه تحط لي البراد ديال تاي وكاس ديال الخبز بدا نقول لك حقك كدير لي تفعل لي واش كتبوا على بعضياتنا صافي المغرب مشى فيها والوقت اللي جايه وعرف بلادي اللي غاديين فيها